السلام عليكم، هلو بريمير 5. رجعنا تاني نكمل يونت 1، والمرة دي هنبدأ في كونسبت 3. كونسبت 3 بيتكلم على changes in food webs، يعني هو ايه اللي هيحصل لو حصل اي تشينج في الايكو سيستم. اي تشينج في الايكو سيستم، سواء بقى كان natural changes يعني حاجة طبيعية، مثلا فيضان، جفاف، اي حاجة من دي، او حتى بالهيومن اكتيفيتيز، احنا مثلا بنرمي زباله، بنلوث الهواء، بنعمل اي بولوشن، ده اكيد بيأثر في الايكو سيستم. طب ازاي الايكو سيستم لما بيتأثر بيأثر في الفود ويبس والفود تشين؟ ده اللي هنشوفه في الكونسبت ده. هنا عندي فيرستلي جايب لي كده بيتكلم، جايب لي هنا تو ايكو سيستم. عندي هنا هنا حصل دروت فور ليك، دروت يعني جفاف. بيقول لي the water of lake is evaporated due to the heat of the sun. حصل مثلا في سنة من السنين الجو كان very hot، حر جدا، ودرجة الحرارة زيادة عن اللازم اللي احنا متعودين عليه، فبيحصل evaporation لل water of lakes، البحيرات بيحصل evaporation، بتتبخر المية بتاعتها. طيب فبالتالي بيحصل حاجة اسمها drought، بيحصل جفاف بقى في الأراضي اللي حوالين الليك أو في الليك نفسها، بيحصل drought. The ground is dried around the lake due to the drought conditions. حصل drought، جفاف. طبعا لو المكان ده مثلا كان فيه plants او مزروعه فيه plants او كده، يبقى plants ايه will die، اكيد ايه plants هنا هتموت. طيب لو حصل في الهوت ويذر او the temperature increases، يبقى the water of lake will evaporate so the lake will dry up، يعني هتجف. طب هنا عندي الاوشن مثلا، the sea أو الـ ocean is bloated due to throwing of plastic garbage of some ships into the sea. الشيبس، السفن ماشية في البحر، فبترمي البلاستيك جاربج أو الحاجات البلاستيك، الزبالة اللي معاهم البلاستيك كده بيرموها جوه السي أو الأوشن. طبعا ده بيعمل disturbance يعني خلل في الإيكو سيستم، فبيأثر على كل الليفنج أورجانيزمز اللي عايشة في الإيكو سيستم. طبعا هنا بيقول لي what might happen to a food web when an organism or environment changes within an ecosystem. اللي هيحصل في الفود ويب او الليفنج اورجانيزم لو حصلت changes، تغير في الانفايرمنت او في الايكو سيستم. if producer او البلانت يعني disappeared، لو الايكو سيستم ده البلانتس اللي فيه كلها ضاي ماتت، مفيش بلانتس، طبعا مين اللي هيتاثر؟ الكونسيومر. the consumers will need to move to other places. يبدا الكونسيومر يروح مكان تاني يدوروا على بلانتس تاني، او they will die. يبقى لو انا عندي ايكو سيستم حصل disappearance، اختفت البلانتس اللي فيه، so the consumers can't get food، مفيش اكل، they will move to other place، يروحوا المكان تاني، or they will die. طب if the number of one species of consumer in ecosystem increases، يعني لو انت بص، لو انت عندك هنا زي ما قلنا مثلا في الفود تشين دي، grass، rabbit، snake، hawk وكده، لو number of rabbits increases ده هيعمل ايه؟ هيخلي الجراس او الفود هيبقى not enough. يبقى لو number of اي species زاد عن اللزوم، برضه احنا بنتكلم في الايه، في الانكريز او الديكريز، الزياده عن اللزوم او نقص زياده، لو بيعمل imbalance، لو number of rabbits increases، زادت زياده عن اللزوم، يبقى it can't get enough food، مش الجراس هيبقى not enough، مش هيكفيها. طبعا فاللي هيحصل ايه؟ فاللي هيحصل ان resources of food، الفود هيبقى not enough، والشلتر كمان اللي هم بيعيشوا فيه هيبقى برضو not enough so they may disappear. يعني ده معناه ان لو rabbits increases، rabbits number of rabbits increases، يبقى الجراس هي كمان will decrease، هتقل، لان كده هيبقى not enough، يبقى الجراس by time disappear and the rabbit كمان مش هتلاقي food، يبقى they هيرجع تاني عليهم ان هم برضو they will die. okay. طيب تعال نشوف بقى كده، في هنا كان في بيدينا طبعا examples على اماكن حصل فيها protection للايكو سيستم، ازاي يحمي الايكو سيستم من ان هو يحصل فيه الكلام ده. في هنا example على حاجه اسمها بالاو ايلاند او جزيره بالاو. طيب احنا اصلا هل الهيومن اكتيفيتيز احنا كهيومن ممكن ناثر في الايكو سيستم؟ اه طبعا. طب احنا ممكن ناثر في الايكو سيستم في السي او الاوشن؟ اه برضه. ازاي؟ زي مثلا اوفر فيشنج، يعني هيومن اكتيفيتيز افكت مارين هابيتاتس. مارين هابيتاتس يعني الايكو سيستم اللي موجود في الميه، سواء بقى كان الاوشن او ليك او ريفر او سي، او احنا بنسميها مارين هابيتاتس. الاوفر فيشنج، اوفر فيشنج يعني الصيد الجائر، اللي هو ان انا بيصطاد كميه كبيره جدا من الاسماك مثلا في وقت قصير من الريفرز او سي او الاوشن، فده بيعمل ديستربنس، بيعمل خلل في نظام البيئي جوه الميه، يبقى الاوفر فيشنج.
when human catch many fish from rivers, seas and oceans. ال water pollution لما انا ارمي الجاربج الزباله والويستس والبلاستيك وكل حاجه ارميها في الووتر، فطب ده طبعا بيعمل water pollution، بيأثر على الووتر اللي في السي والريفر والايه والاوشن. يبقى from human activities which affect marine habitats, overfishing and water pollution. طب بلاو ايلاند عملوا ايه بقى؟ منعوا الكلام ده. في بلاو ايلاند عشان تبقى healthy ecosystem، فالناس عملوا control على الاوفر فيشنج، لان هم طبعا اكتشفوا ان اي human activity on land، يعني حاجه انا بعملها على الارض بس ممكن برضو تأثر على المارين ecosystem. زي مثلا انا دلوقتي زي الاوفر فيشنج مثلا، وزي البلوشن، انا لما بعمل اي تلوث انا وانا على الارض كده برمي في الميه والكلام ده كله، فطبعا بيعمل بلوشن للايكو سيستم. فبلاو ايلاند uses different conservation programs to protect the marine environment، يعني عملوا شويه برامج كده عشان يحموا الجزيره دي. عملوا ايه؟ People in Palau control human activities on land to keep the protected marine environment. الناس عملوا كنترول على الاكتيفيتي بتاعتهم او الانشطه بتاعتهم على الارض، زي مثلا هم الزراعه او التجريف الارض اللي حوالين الايلاند او الايلاند نفسها، ان هم يجرفوا الارض بتاعتها او يزرعوا فيها نباتات غير مناسبه مثلا على الايلاند نفسها، فده كان ممكن ياثر على المارين ايكو سيستم. هم عملوا ايه بقى؟ avoiding throwing waste material. avoiding throwing waste material، منعوا رمي الزباله في الايه؟ في الاوشن. Fishermen mustn't overfish the coral reefs to conserve the marine environment. منعوا الفيشرمن اللي هم الصيادين ان هم يصطادوا الكورال ريفز الشعاب المرجانيه، لان الكورال ريفز زي ما هنشوف بعد كده ان هي ايكو سيستم ضخم جدا ومهم جدا لكل الليفنج اورجانيزمز which live in water. يبقى انا كده هم عملوا كنترول على حاجتين، على الاوفر فيشنج وعلى الووتر بولوشن. منعوا throwing of wastes in water، رمي الزباله في الووتر. control اوفر فيشنج او control fishing، عملوا كنترول على الصيد وكده، فبالتالي بقت بلاو ايلاند رجعت هيلثي ايكو سيستم. هنا بيوريني شويه تشينجز كده لو حصلت في الايكو سيستم هتاثر ازاي. طب انا دلوقتي عندي الهيلثي ايكو سيستم، يعني ايه هيلثي؟ قلنا الهيلثي ايكو سيستم هو الايكو سيستم which provides the organism with water, food and shelter. طب الهارمد ايكو سيستم او الانهيلثي ايكو سيستم هو اللي هيبقى عنده مشكله، هيبقى عنده not enough food او عنده polluted water، فده هيعمل مشكله في الليفنج اورجانيزم. نمبر 1 عندي بيقول لي لو في الديزرت، لو انا عندي ديزرت فيها جنتل رين، جنتل رين تعالى كده نشوف اصلا الديزرت البلانس بتاعتها. البلانس اللي بتعيش في الديزرت بتبقى عندها ادابتيشن ان هي تعتمد على ليس ووتر، تحتاج كميه ميه قليله. نفس الكلام الانيمالز اللي بتعيش في الديزرت، يعني الديزرت محتاجه ليس ووتر، مش محتاجه ووتر كتير. فهنا لو في جنتل رين يعني مطر خفيف في الديزرت، دي حاجه هيلثي للديزرت. يبقى the desert ecosystem may be improved، يعني هيتطور وهينمو وهيبقى كويس وهيبقى healthy، لان الرين ووتر دي هتفيد البلانس. البلانس اللي موجوده في الديزرت اللي بتحتاج less water هتبقى هتعمل ايه بقى كده؟ هتعمل photosynthesis process وهتبقى get food وكده. يبقى because rain water will feed the plants which live in ايه؟ in desert. طب لو heavy rain in desert، heavy rain in desert يعمل destroying، يدمر الديزرت. لو عندي heavy rain in desert، the desert ecosystem may be harmed، هيتضرر او هيبقى unhealthy او destroyed، اتدمر. ليه؟ لان الووتر اللي هي الهيفي ووتر دي cause flooding، بتعمل فيضان، وال flooding دوت will destroy the ecosystem. يبقى لان البلانس اللي في الديزرت need less ايه؟ less water، so الهيفي rain causes flood which destroy the desert ecosystem. There is a drought and all grass die. لو احنا مثلا عندي في اي في فورست مثلا، فورست بقى وحصل مثلا حصل drought، drought يعني جفاف. لما يحصل drought يبقى all the plants will die، بما فيهم الجراس. All the plants will die. يبقى الايكو سيستم طبعا هيتدستروي، هيتدمر. يبقى the food web in ecosystem may be destroyed، هيتدمر، لان البروديوسرز خلاص اختفت، ما بقتش عندي بروديوسر. لان البلانتس ويل داي اللي هي البروديوسر، سو اول اورجانيزمز ويل داي. طيب ذير از ار ماني توب بريديتورز، في مشكله ثانيه. لو انا مثلا في مكان في برضه فورست مثلا، في توب بريديتورز كتير. توب بريديتورز اللي هم الكائنات القويه الكبيره اللي هي لارج ميتنج انيمالز، زي ما قلنا في الكونسبت اللي فات، لارج ميتنج انيمالز زي الاليجيتور، زي التايجر، اللاين مثلا، الكروكودايلز، الشاركس، دي بنسميها توب بريديتور، كائنات مفترسه. لو بقى عددها كبير
جدا في مكان، طبعا هتنهي على كل الكونسيومرز اللي موجوده، ولما تنهي على كل الكونسيومرز اللي موجوده فهتخلي عدد البروديوسر او البلانتس عددها هيزيد، ولما البلانتس انكريز وعددها هيزيد هيبقى الريسورسز اللي موجوده نوت انف، والبلانتس مش هتلاقي حاجه تاكلها، فالبلانتس بعد كده هتموت هي كمان. يبقى لو انا عندي توب بريديتورز اللي هي الكائنات الاقوى والاكبر، لو ميني توب بريديتورز موجوده في الفود ويب، يبقى the organisms in food web may be harmed، طبعا الكائنات هتتضرر اللي فيها، لان التوب بريديتورز will eat all organisms، هياكلوا كل حاجه، يبقى هيضوا على الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. يبقى شوفوا احنا هنا اللي حصل ايه، لو حصل تشينج عن الطبيعه اللي ربنا خلق بيها الايكو سيستم ده، وخلق الانيمالز والبلانتس بالادابتيشن بتاع الايكو سيستم ده، الايكو سيستم will destroy، هيتدمر. طيب نجيب، احنا قلنا في الكونسيبت دوت مركزين شويه على الفود ويبس اللي جوه الووتر تحت الميه. فلو احنا جينا مثلا نزلنا الاوشن كده، هنشوف كده ميني فود تشينز كده جوه ان انتر اكتد توجذر فيعملوا فود ويب. فالفود ويب دي بقى، بس فود ويب قلنا اللي هي ميني 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 فود تشين، بس هنا اندر ووتر تحت الميه. طبعا احنا اتفقنا مين البروديوسر في اي فود تشين، البلانتس. طيب في الووتر في بلانتس بس في حاجات تانية اسمها الجي. الجي اللي هي الطحالب، الالجي دي بروديوسر، دي بتاخد السن لايت برضه، هي بتبقى اندر ووتر تحت الميه، بس بيوصل لها جزء من السن لايت، فبتستخدم البارت اوف سن لايت دوت تو ميك فوتو سينس بروسس. يبقى الالجي هنا هي البروديوسر. طيب مين اللي هياكل بروديوسر؟ السمول اورجانيزمز، حاجات صغيره زي الكلام، زي حاجه اسمها زو بلانكتون، وزي السي ارشن. السي ارشن، زو بلانكتون، كلام، دي سمول اورجانيزمز بتعيش في الووتر، كلام، زو بلانكتون، سي ارشن. طيب الحاجات دي كده برايمري بروديوسر، سوري برايمري كونسيومر. طب افتر ذات ممكن الكلام ايتن باي مين اللي ياكله؟ السي ستار. يبقى الكلام ايتن باي سي ستار. طب الزو بلانكتون ايتن باي ممكن ياكلها الكورل، يا الشعاب، الكورل هي اللي هتقيت الزي بلانكتون. طيب الزي بلانكتون في بقى عند مثلا سي ارشن ده اللي هو بيسموه انفض البحر ده، بعد ما اكل الالجي ممكن البارود فيش تقيت الايه؟ السي ارشن. يبقى كده عن البارود فيش، الكورل، السي ستار في الفود ويب دي يعتبروا سكندري ايه؟ كونسيومر. طب السي ستار ايتن باي، ايتن باي شارك، ايتن باي هنا مين؟ شارك. طب هنا عند الكورل ايتن باي باتر فلاي، باتر فلاي فيش، وعند الكورل برضو مي بي ايتن باي باروت فيش، ومي بي ايتن باي تايجر فيش. يعني كده عند الباروت فيش والتايجر فيش والباتر فلاي فيش هنا في الفود تشين دي يعتبروا تيرشري كونسيومر. وبعد كده البارود فيش، التايجر فيش، الباتر فلاي فيش ايتن باي مين؟ شارك. كده هم بينتهوا كلهم في الاخر الشارك، يعني الشارك ده توب بريديتور، توب بريديتور هو الاقوى هنا، هو اللي بياكل كل الحاجات دي. فكده عندي دي بنسميها، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فود ويب جوه، او بنسميها مارين فود ويب. مارين فود ويب يعني الفود ويب اللي موجوده في الووتر. يبقى انا عندي هنا الالجي هي البروديوسر، والشارك هو التوب بريديتور، وهنا السي الكلام، الزو بلانكتون، السي ارشن لان هم ايت البروديوسر فهم كده برايمري كونسيومر، السي ستار، الكورل، البارود فيش عشان هم بييت البرايمري كونسيومر يبقى هم هنا سكندري كونسيومر، الشارك هنا ده الايه؟ توب بريديتور. اوكي طبعا لو حصل ان مفيش الجي اساسا كل ده ويل داي، كل ده ويل ديسابير. يبقى انا عندي اهم بوينت او اهم ممبر في الفود تشين هو البروديوسر، لو البروديوسر ديسابير يبقى اول ليفنج اورجانيزم ويل داي. طب طبعا افتر ديث اوف شارك، طب بعد ما الشارك ده يموت بقى هيحصل ايه؟ طبعا ات ويل ديكومبوز، هيتحلل باي ديكومبوزرز ويتحول لنيوتريانتس ويرجع تاني للسويل عشان الالجي تاخده وتعمل فوتو سينسيس بروسيس. طبعا برضو دي الفود ويب دي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الايه؟ في الكونسبت اللي فات. برضو نفس الكلام برضو هنا الفود ويب اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الكونسبت اللي فات، ودي زي لعبه كده، انت جمع اصحابك واعملوا من بعض فود تشين وحطوا كده ستيكرز، انت البروديوسر، انت البرايمري كونسيومر، سكندري كونسيومر، واعملوا طبعا ده اكتيفيتي عشان نعمل. طب هنا بقى من الاكتيفيتيز والحاجات دي وي كونكلود ذات، نفهم بقى ايه؟ نفهم ان الانرجي ان ايكو سيستم ريمينز ذا سيم، الانرجي ما بتتغيرش. ازاي؟ مش ده بياكل ده؟ ايوه ما هو ده بياكل ده، ده بياكل ده، فالانرجي بتتنقل من ده لده لده، بس هتفضل موجوده. احنا قلنا energy not destroyed not create not destroyed السنه اللي فاتت، فالانرجي في الايكو سيستم ماشيه في سايكل، بتلف في دايره.
فالانرجي ان ايكو سيستم ريمينز ذا سيم، بتفضل زي ما هي، لان هي بتتنقل فروم اورجانيزم تو انذر ان ذا فورم اوف ايه فود. although energy is transferred between living organism، قلنا رغم انها بتتنقل ما بينهم، most of energy is recycled by decomposers back into the ecosystem. مين اللي بيرجع الانرجي للايكو سيستم؟ الديكومبوزرز. بيعملوا ديكومبوزنج، بيحللوا ويحولوا الديد بوديز للنيوترينز، بترجع تاني للسويل. عشان كده بنقول ان احنا ايه عايشين في سايكل كده، دايره تبدا من الصن وتنتهي عند الايه، يعني تبدا ان البلانت تاخد الصن وترجع تاني تنتهي فين؟ للبلانتس لما الليفنج اورجانيزم تحول لديكومبوزرز. يبقى الانرجي ان ايكو سيستم ريمينز ذا سيم، تفضل زي ما هي، لان الديكومبوزر ريسايكل باك، بترجع الايه الماتيريالز او نيوترينز انتو ذا سويل، فبترجع الانرجي اجين تو ذا ايكو سيستم. طيب هنا مديني اكزامبل على ديزرت ايكو سيستم. عندي جراس، ماوس، سنيك، رابت، وساعات الرابت يسموه هير، يعني ممكن تلاقي كلمه هير او رابت لو معنى الرابت، يعني والفوكس والايج. طبعا ممكن نعمل هنا كذا فود تشين، يعني ممكن اعمل فود ويب. يعني انا عندي هنا الماوس ايتس جراس، الرابت ايتس جراس. طب الماوس والرابت كان بي ايتن باي سنيك، والسنيك ايتن باي ايجل. طب ممكن عندي اصلا الرابت والماوس ايتن باي ايه، فينك فوكس او فوكس يعني، وممكن الفوكس ايتن باي ايجل، وممكن السنيك ايتن باي فوكس، وممكن العكس، يعني ممكن الحاجات دي تاكل بعضها، يعني ما بيتخانقوا، والاقوى بقى هو حر يعني. فانا كده عندي الجراس هنا هو مين؟ الجراس هنا هو الايه؟ هو بروديوسر. طب لو انا الجراس ديسابيرد، اختفى، طبعا كل ده ويل داون، بس قبل ما يموتوا بيبداوا يدوروا على مكان تاني. يعني مثلا لو انا عندي فور اكزامبل، لو عندي الجراس ديسابيرد، ايه اللي هيحصل؟ الماوس والرابت مثلا ويل موف تو انذر ايكو سيستم، يدوروا على مكان تاني، يدوروا على البلانتس بتاعتهم، اور ذي ويل داي. طيب هنا مثلا ممكن ايه اللي يحصل للايجل؟ ات فيرست الايجل مش هيتاثر، يعني مثلا لو حصل ديسابيرنج للجراس، ما بقاش في جراس فيرستلي او في الاول كده، الايجل مش هيتاثر. ليه؟ لان ممكن يعني ما لقاش ماوس ممكن ياكل رابت، ما لقاش رابت ممكن ياكل سنيك، ما لقاش سنيك ممكن ياكل فوكس، ما لقاش فوكس ممكن ياكل سكويرل او السنجاب، ممكن ياكل اي حاجه ثانيه. طيب لكن افتر تايم بقى، بعد شويه طبعا هيبقى خلاص ما فيش بلانز، فالانيمالز دي اصلا هتختفي، هتبدا تقل، فهو كمان هيبدا ايه، مش هيلاقي فود. يبقى هو في الاول ان هو نوت بي افكتد، بات اتس ايه، اتس فود ويل بي ليس، الفود بتاعه هيقل، لان يعني بدل ما كان عنده فرايتي وتنوع هيقل، يبقى الفود بتاعه الايه؟ والبيز. هنا بيقول لي ذا رابتس اللي هي الهيرز، يعني اف اول جراس وي ريموفد فروم، وي ريموفد فروم بريفيوس فود ويب. لو انا شلت الجراس كله، ايه اللي هيحصل للرابت؟ طبعا الرابت كانت فايند فود او وود نوت فايند اني فود، سو ذي ويل داي، هيموتوا. طب الايجلز، في قلنا ات فيرست هم نوت بي افكت، مش هيتاثروا بعد ما الرابت بات وين رابت داي بقى في الاول، او لو الجراس قطع مش اختفى مش هيتاثر. بس لو الرابت داي والماوس داي وبالتالي السنيك داي، يبقى الايجل ايه، كانت جيت ايه، كانت جيت فود، او ات هاز ليس ايه، هاز ليس فود. طيب احنا في الايكو سيستم بنسمي المجموعه من الكائنات الحيه مع بعض كده، بنسميهم بوبيوليشن. بوبيوليشن اللي هو القطيع، يعني اما بتشوف مثلا مجموعه من الجوتس مع بعض، مجموعه من الشيبس مع بعض، مجموعه من البافلوز، مجموعه من الكاوز، مجموعه من اللاينز، ده بنسميه القطيع، اللي هو الكائنات اللي بتعيش في مجموعات. فالبوبيوليشن اللي هو او السبيشيز اللي هي الفصيله من الكائنات الحيه اللي بتعيش مع بعضها، نمبر اوف اورجانيزمز اوف وان تايب اوف سبيشيز. سبيشيز معناها فصيله، اللي هي نوع من انواع الكائنات الحيه، يعني ان لاين سبيشيز، الدوجز سبيشيز، الكاتس سبيشيز، التايجرز سبيشيز، دي بنسميها سبيشيز. يبقى البوبيوليشن it is the number of organisms of one type of species living in an area. البوبيوليشن اللي هو ايه؟ it's the no- زي احنا مثلا بنقول population معناها تعداد السكاني، يعني عدد السكان. فالبوبيوليشن هنا عدد الكائنات في ايه؟ في فصيله معينه. the number of organisms of one type of species living in an area. طيب ممكن يحصل population change؟ اه ممكن ال number of population ده decrease او increase، ده بنسميه population change. population change increase or decrease in number of ايه؟ of organism، بيزيد او بيقل على حسب ايه؟ على حسب ال ecosystem بقى. لو حصل change في ال ecosystem بيحصل change في الايه؟ في ال population. ممكن يحصل increase او decrease في number of population او number of living organism، ده لو حصل اي change في الايه؟ في الايكو سيستم، لان احنا اتفقنا ان كل حاجه depend on each other. طيب هنا في نوع تاني من الكائنات اسمه مايكرو اورجانيزمز. المايكرو اورجانيزمز دي عباره عن producers، هي مش plants بس هي مايكرو اورجانيزمز، يعني حاجات شبه البكتيريا كده مثلا، بس هي بتبقى
عندها ability to do its food by photosynthesis process. طب ازاي photosynthesis process وهي جوه الووتر؟ ما احنا قلنا بيوصل كمية حتى ممكن تكون يعني less او كمية قليلة من ال sunlight، بس هي بتقدر تستخدمها to make their food by photosynthesis process. فالمايكرو اورجانيزمز والالجي هي حاجات بتبقى موجودة في الووتر وبتعمل فوتوسينثيسيس، فهي البروديوسرز اللي جوه الووتر. يبقى تايني تايني صغيرين جدا، كان تو بي سين باي اي، مش بقدر اشوفها بعيني. تايني اورجانيزمز كان تو بي سين وذ اور ايز. المايكرو اورجانيزمز هي عباره عن ليفينج اورجانيزمز او تايني اورجانيزمز كان تو بي سين باي اي، ميك ذير فود يعني بيعملوا فوتوسينثيسيس بروسيس، يعني هم بروديوسرز، فهم البروديوسرز اللي جوه الاوشن. مين اللي بياكلهم بقى؟ السمول فيش. يبقى السمول فيش هم البرايمري كونسيومر which eats ايه؟ which eat مايكرو اورجانيزم. فهم بيكونوا ايه؟ السمول فيش دي بتاكل المايكرو اورجانيزمز اللي بتبقى فلوت في ان ووتر، بتبقى سطح طافيه كده على وش الميه. في السمول فيش ايت مايكرو اورجانيزم. طب السمول فيش بقى دي ايتن باي مين؟ باي سي بيرد. بص احنا كده ماشيين في ايه؟ في فود تشين. مايكرو اورجانيزمز هي البروديوسر بتاعتي، بعد كده السمول فيش هي البرايمري كونسيومر، بعد كده السي بيرد هو السكندري كونسيومر. مين السي بيرد ده؟ سي بيرد ده طائر بيعيش بيعمل كده الماونتينز اللي هي حوالين الاوشن او السي، هو بيعيش فوقيها on the top of mountain build their nests، بيبنوا الاعشاش بتاعتهم on the top of mountain على في اعلى الماونتين، بعدين they dive يعني بينزلوا يغوصوا في الديب ووتر عشان يصطادوا السمول فيش دي. يبقى السمول فيش بتاعت السمول فيش اللي هي بتاكل مايكرو اورجانيزم هي الفود بتاع مين؟ بتاع سي بيرد. يبقى لو المايكرو اورجانيزم اختفت كده السي بيرد كانت جيت ايه؟ فود. يبقى انا هنا المايكرو اورجانيزمز دي هي بتعيش في الكولد ووتر، مايكرو اورجانيزم بتسرفايف في الكولد ووتر. طيب لو حصل ان الووتر بقت وورم، يعني التمبريتشر زادت والحراره بقى عليت والميه سخنت او دفيت، المايكرو اورجانيزمز بتعمل ايه بقى؟ موف تو وورمر بليس، بتدور على مكان تاني دافي عشان تعمل سوري تو كولدر بليس، هي بتعيش في الكولد ووتر. فلو الووتر بقت وورم او بقت هوت ايه اللي هيحصل؟ ذا مايكرو اورجانيزم موف تو كولد ووتر، تمشي في مكان تاني كولد. طب السمول فيش برضه، السمول فيش يا اما يموف تو اذر ايكو سيستم يا اما يداي، يعني يمشي يدور على مكان تاني، يا اما لو فضل في مكانه ما هيموت. طب السي بيرد بقى لو السمول فيش ماتت، يبقى السي بيرد can't find the small fish، مش هيقدروا يلاقوا السمول فيش، يبقى السي بيرد ويل ايه؟ ويل داي. يبقى احنا كده برضه دي فود تشين كله معتمد على بعض. يبقى المايكرو اورجانيزم لو الووتر بقت وورم او التمبريتشر انكريزز، يبقى المايكرو اورجانيزمز موف تو هيروحوا لمكان تاني يكون كولد. طب السمول فيش، السمول فيش بقى اللي بتاكل مايكرو اورجانيزم يا اما موف تو انذر بليس اور ذي ويل داي. طب السي بيرد ايه اللي هيحصل لو السمول فيش داي؟ يبقى السي بيرد كانت جيت فود فروم سمول فيش، سو ذا سي بيرد ويل ايه؟ ويل داي. طبعا ده اللي قلناه على الايه الكلام اللي احنا شرحناه. طيب هي انا كده احنا قلنا ان لو حصل التمبريتشر بتاعه الووتر بقت وورم، يعني الووتر بقت دافيه او بقت هوت، كده معناه حصل ان حصل تشينج في الكلايمت، المناخ اتغير. الكلايمت تشينج دوت يعني التغير في المناخ، تغير في درجه الحراره، تغير في كميه المطر، تغير مثلا في الرطوبه، تغير في الرياح، اللي هي الحاجات الطبيعيه دي، ده بنسميه كلايمت تشينج، تغير في المناخ. الكلايمت تشينج دوت ازاي هياثر على البوبيوليشن، على عدد الكائنات الحيه اللي موجوده عندي؟ لو الكلايمت تشينج از سيوتابل يعني حاجه مناسبه، يعني مثلا الووتر بقت كولدر، بقت بارده شويه، كانت وورم بقت كولد، فده مناسب للمايكرو اورجانيزم، يبقى هترجع لها تاني. يبقى انا كده عندي لو الكلايمت تشينج سيوتابل النمبر اوف بوبيوليشن انكريز، يعني عدد الكائنات هيزيد لان هي المكان بقى مناسب ليها وموفر لها كل حاجه. طب الكلايمت تشينج ان سوتابل، لو التغير اللي حصل ده مش مناسب، يبقى البوبيوليشن ديكريز، عددها هيقل. يعني احنا مثلا لو في ديزرت والرين بقت جنتل رين، ده معناه ان ده سيوتابل، ده مناسب، يبقى النمبر اوف سبيشيز انكريز، النباتات اللي موجوده هتقدر تعمل فوتوسينثيسيس، فهتقدر تقيت عددها هينكريز، فالانيمالز اللي هي بتقيت البلانت هتنكريز، يبقى ساعتها هي انكريز. طب لو في الديزرت بقى هيفي رين، ده انسوتابل، انسوتابل مش مناسب للجو بتاع الديزرت، يبقى ساعتها البلانتس هيحصل ايه؟ بقى هيحصل فلود، فهيحصل النمبر اوف بوبيوليشن ويل ايه؟ ويل ديكريز. يبقى لو الكلايمت تشينج سوتابل مناسب، يبقى البوبيوليشن انكريزز، عدد الكائنات هيزيد، لكن لو الكلايمت تشينج انسوتابل غير مناسب، يبقى البوبيوليشن ويل ايه؟ ويل ديكريز، يعني عدد هيقل. وطبعا ليه؟ لان الليفنج اورجانيزم داي، بيموتوا او موف تو انذر
بليز. اوكي كده اتكلمنا عن ال population واتكلمنا عن الايكو سيستم اللي هو المارين ايكو سيستم، وشفنا الفود ويب عندي في ال في الديزرت وفي المارين فود ويب، وشفنا التشينجز اللي ممكن الهيومن يأثر بيها زي الاوفر فيشنج وال والووتر بلوشن، وشفنا ايه اللي ممكن يحصل لو حصل تشينج في الايكو سيستم. نكمل الكونسبت ده في الفيديو الجاي.